الدفعتان الأولى والثانية من الحجيج التشاديين الذين وصلوا المدينة المنورة، فبعد نهاية زيارتهم الميدانية لمختلف الأماكن المقدسة فيها، فقد أقدمت اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة على نقلهم إلى مكة المكرمة بهدف أداء الفريضة، ذلك عبر هذه الباصات التي استأجرتها لهذا الغرض، بحيث أشرف على هذه العملية نائب رئيس اللجنة الدائمة عمر آدومه عبد الله، وبالتنسيق مع اللجنة التنظيمية المحلية. فضمن هذا الإطار وقبل تحرك هذه الباصات، فإن اللجنة قد قامت بتوزيع ثياب الإحرام على جميع هؤلاء الحجاج. ذكرنا خواجنا يعني رجلتين، رجلتين كمثل ماشي تقريبا 624 حج، في واحد من الحج مريض حاليا الحمد لله في العصر، وفي ولية تخلفت، كذلك في ولية أخونا اليوم تخلف، تأخر شوية في الهرم إن شاء الله نحاول يوم الخميس نصور تسريبات إلى روح باقي حاليا لنا حسب الزيادة عشان بدين نجهز الرجلة والراحة هذا. ومع أن مكان الإحرام بالنسبة للتشاديين يبدأ من مكان ذي الحليفة المسمى بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، ولكل من جاء إليها عن طريق البر أو الجو، فإن الباصات قد توقفت فيه، ذلك لأجل القيام بعملية الاغتسال وخلع الملابس المخيطة ومن ثم لبس الإزار والرداء، ذلك بخلاف المرأة التي يجوز لها لبس أي نوع من اللباس لكن دون غطاء الوجه والكفين. عقب ذلك قاموا بأخذ نية الإحرام والتوجه إلى مكة المكرمة، علما بأن كل دفعة تصل المدينة المنورة ستقيم فيها 3 أيام قبل التوجه إلى مكة المكرمة.